ولكن الاطراف الاخرى الطرف الاخر اللي هو اللي انا غنقول بان نصفه واسمح لي ويسمح لي المشاهد باش نصفه بانه في عنده واحد شويه ديال الرؤيه العدميه تنشوفوا الصبوره السوداء وكنسدوا دينا كنغلقوا دينا كنسدوه وكنقول بانه راه والو يعني تبقى المطالب عالقه. هذا النوع من حقيقه رد الفعل فاجاتنا حنايا لماذا؟ لانه بكل صدق تم جر نساء ورجال التعليم لواحد المتاهات. الخطا اللي درته كيف هو انه كان هناك اصرار على انه يستمر هذا الاضراب مهما كان العرض الحكومي، لان اللي كيتبدا هذا شنو هو؟ تيقول لك احنا ما تهموناش الفلوس. هذا استنتاج الاتهام. هذا استنتاج الاتهام. شنو هو؟ هذا الشيء اللي قلتي دابا. انا اللي كنسمع دابا هو هذا، تيتقال اليوم يروج في مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا ماشي غرضنا كاع بالزياده. تقالت من طرف زعماء التنسيقيات، وتقالت من طرف الناس، وتقال اليوم لي ريزو سوسيو كلشي تيوصل على مينوت. يعني هما تيقولوا بان المطلب الاساسي اللي خرجنا عليه الاضراب إيوية. اللي هو تجميد يعني سحب النظام الاساسي. شوف كذلك ومحبب الزياده. شوف لا كانوا تيقولوا ان رجل التعليم تم تفقيره وانه ما تزاد له والو وكذا وكذا. هذا الشيء سمعته انا وتقال من طرف زعماء التنسيقيات واللي فيديو راه معروفين. كيتقال بانه ان زدنا المديرين زدنا المفتشين والاساس ما زدنا لهم والو صفر درهم. اذا معناه مطلب الزياده محطوط من نهار الاول كان واضح ومعقول وهو واحد المساله اللي هي شرعيه مطلب ما كاينش غادي يعني يرفضوا. بالعكس هذاك مطلب مشروع وكيكون عليه التفاوض. الان لماذا بكل بساطه لا يتم انه المفتاح لهذا النقاش ربما والخلفيه التي تؤتي هذا النقاش هو النظام الاساسي؟ بكل بساطه لماذا لا تقوم الحكومه بسحب وليس تجميد هذا النظام الاساسي وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ بكل بساطه علاش الحكومه ما باغاش تخرج من الفم ديالها المساله ديال سحب النظام الاساسي؟ بغيت رايي الشخصي. الراي ديالك كممثل الوزاره مش شخصي الا كان ربما مخالف للوزاره. ربما لا غنقول هو ما يمكنش نفرقوهم ما يمكنش نعزلوهم. وكنقول ما يلي: حتى لو تم سحب النظام الاساسي غتخرج مطالب اخرى حيت المساله مخطط لها. هذه كلام ربما خطير. انا تنقول حتى لو في اتهام بسوء النيه. هذا سميته سوء النيه. انا ملي تيقول لك واحد تيجي واحد تيقول لك اودي حنا ما بغيناش الزياده في وقت رجال التعليم هم في امس حاجه للزياده والزياده كما قلت قبيله بانها مستحقه تيبذل واحد المجهود من بالعكس الدوله والحكومه عفوا من حقها انها من الواجب عليها انها تنصفهم لان تنقولوا حنا نظام اساسي عادل ومنصف ومحفز. ولكن باش يجي واحد يقول لك لا بغينا الزياده بغينا الكرامه وتيبان لي بان هذه امور اخرى. فلهذا تنقول بما يلي: لو حتى لو تم سحب النظام الاساسي غتخرج مطالب اخرى اللي هي كيف تصنف حانه هذه المطالب اللي هي عبثيه. انا تنقول بان هذا ضرب من